تزدحم صور النساء في شوارع الموصل. لم يكن هذا المشهد مألوفاً في السابق. الوضع الأمني المتردي كان يتحكم في إقبالهن على العملية السياسية، وانغلاق المجتمع كان سبباً ثانياً أيضاً. اليوم لدينا 156 مرشحة في عموم محافظة نينوى من أصل 629 مرشح، ويختار منهم الناخبين في عموم نينوى يختارون 7 مرشحات فقط. كثير من الأحداث اللي حدثت بعد 2017 بعد أحداث الأخيرة أدى أنه المرأة أنه تبرز بالمجتمع وتظهر وتبدي بصوتها وبرأيها وبكيانها. تجتمع المرشحات في هذه القاعة لحضور ندوة تثقيفية تخص طريقة تسويق برامجهن الانتخابية خلال هذه الفترة، حزمة من الخطط يتوجب عليهن اتباعها علهن يقنعون الناخب الذي كثرت أمامه الخيارات وتعددت الشخصيات. الهدف من عقد هذا الورشة التدريبية هو تمكين النساء المرشحات في عضوية مجلس محافظة نينوى من أجل كتابة برامج انتخابية وخوض السباق الانتخابي. رسالتي لكل المواطنين الذين يقللون من أهمية هذه الانتخابات، رجاء التوجه لصناديق الانتخاب في يوم الانتخاب. هذه الانتخابات ستكون مصيرية، كل صوت لكل مواطن عراقي سيحدث فرقا إن شاء الله. وفسح قانون الانتخابات الجديد المجال أمام حواء بشكل أوسع، وازداد عدد مقاعدها، فيما لا يزال التنافس بينهن كبيرا جدا، خصوصا مع عددهم الكبير مقارنة مع عدد المقاعد المحددة. أتمنى أن يكون هناك زيادة أكثر في عدد النساء المشاركات في هذه الانتخابات 23، أما أنه لم تحصل على الفرصة المناسبة لكون المجتمع العراقي مجتمع رجولي مسيطر عليه الرجل، لهذا المرأة لم تكن في المناصب السيادية والمناصب العليا لكون الرجل هو من يتولى زمام الأمور في العراق. من الموصل محمد طلال، قناة زاغروس الفضائية.